هخرج هنا يعني في مصر. أطلقنا برنامج للإصلاح الاقتصادي في 2016 وحقق هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف اللي احنا كنا بنتمناها، ووصلنا إلى معدل نمو 6%، وكل الأمور كانت مبشرة جدا جدا إن لو استمرنا بهذا الشكل الأمور هتبقى هتحقق الهدف اللي احنا من أجله عملنا برنامج الإصلاح. لسوء الحظ خلال أزمة الكوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية، أنا بقول إن ده كان ليه تأثير سلبي كبير جدا جدا على مسار أو على المسارات التي تحققت فيها النجاحات المختلفة، وتراجعت بشكل ملحوظ النجاح اللي احنا حققناه، ومنها ارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية، وتنامي إشكالية الديون بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل، يضاف إلى ذلك تداول جدوى المعونات التنموية وتعظم المشروطيات المقترنة بها. هنا أيضا مهم أوي أن أنا أقول في النقطة دي أن احنا كان لنا خطة لإدارة الديون اللي احنا عملنا بها خطة التنمية المستدامة. برضو هذا الأمر نتيجة الظروف اللي مرت خلال 3 سنوات ألقى بصعوبات كبيرة جدا أمام استمرار نجاحنا الفعال في خطة الديون، وبالتالي احنا بنضغط نفسنا ونصر على ان احنا ندير هذا الأمر بما يحقق الأهداف الوطنية.